تضمن الدنيا والايام تبقى في حل وفي لحظه تبقى في حل لا شاكك من الدنيا ولا الاحوال ولا قلت لي او ايه وامتى وكم اللي واحد في الدنيا بتضم كانك انت ابوه او امه اللي واحد في الدنيا بتضم كانك انت ابوه او امه ربع الغلابة وشمعة الايتام انت القوي وتحنن العاصي تلوي دراع الدهر لو قاسي القوي وتحنن العاصي تلوي دراع الظهر لو قاسي ولا تكره الا واللي فعل حرام الله هاي الله هاي الله عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن ولا تنخدع بزهوة الاحلام واقف ما بين الحق والباطل لعبك الدنيا لكن فاضل واقف ما بين الحق والباطل تلعبك الدنيا لكن فاضل تولع القنديل بكل ضرار سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع ضغطها ونجلي معانيها سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع غطاها ونجلي معانيها ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا تسلم ايدك يا ماما عرفتوا مين اللي قتل الولية ام عيوشة وابن الخشاب الحكومة ذاتها غلب غلبها قالت لك المحروسة مراتك طبعا ان مرات الراجل جات لي لحد هنا عايزة ايه دي عايزة راجلها يا شمس اذا كانت الحكومة ذاتها ومش لاقياها يا ابني الولية قلبها اتفطر من القلق على جوزها ومشفعاني عندك مشفعك انتي فاكرة ان ليا كرامة عندك يا ابن بطني كرامتك فوق راسي يا اما بس راجلها معلمش حاجة عنه شمس اما عنتر الخشاب ملوش عندي شفيع يعني انت عارف قراره فين يا اما اطلعي من الحكاية دي مالكيش صالح كانت قطع لساني كانت قطع لساني يوم ما نغشتك نغشت مين يا اما لو انا نايم على وداني ولا يا شمس اوعى يكون يا واد عقلك صور لك انا عرفت كل حاجه عرفت ايه يا مخبول انت امك ديلها اطهر من الطهاره اعوذ بالله يا اما انا عمري ما ظن فيك يا ايها ظن اما الملك بس يا ابني عنتر الخشاب فاتح الدهشان يا اما كان غرضه يتوسط له عندي عشان اجوزك له حتى ابوه قال له وقال لمراته انه ناوي ياخدك هيقله شطانه انه يقدر يرقد في فرشة الناجي ويلمس لحمك يا امه وهو انت يعني كنت شفتني وافقت كيف
كفاية إن خطر على باله حاجة زي دي. يا ابني بين البيع والشاري يفتح الله وخلاص. اشترى عزرائيل. قلت ايه؟ عزرائيل ايه اللي اشتراه؟ انسي الحكاية برمتها يا امه واقفي عليها مجور. اوعى تكون قتلته يا شمس. محدش هيقدر يتجرأ دلوقتي. قتلته يا شمس؟ قتلته؟ يا خرب بيتك يا فلة، يا خرب بيتك يا فلة. ورور علي يا أمه. ورور عليك أنت يا روح أمك. قتلته يا ابن بطني؟ يا مراري يا مراري يا مراري قتلته. ابن العرباجن سهر اكل ابني، وبكره ياكل ولادكوا واحد ورا التاني. بقاله 5 شهور طايح في الحارة، محدش قادر يشكبه. هدي بالك انت واطمن، ابنك هيرجع بمشيئة الرحمن، يوم ولا اسبوع ويبان. ابن عاشور مهما طول ضوافره ما يستجراش يتعدى على اسياده، هي المية هتجري في العالي. إن كانت واخداه العزة بقوته يومين ويهمد. وعلى قولك يا سيد أحمد، لو كانت سهر فالواجب نعامله بحذر عشان نتقي شره. لو كان ابنك أنت يا زين هو ال... سلمت أمري للي لا يغفل ولا ينام. السيد احمد الخشاب في عشانك. عرفت ان احمد الخشاب مات؟ ايوه يا امه. ومالك بتقولها كده كانها حاجه زعلتك؟ لان موت البني ادم مش حاجه تفرح، حتى لو كان البني ادم ده عدوك. وهو احمد الخشاب كان عدوك برضو؟ قصدك ايه يا امه؟ قصدي انت فاهمه كويس. لا انا مش فاهم حاجه. ما تعرفش ان انت السبب في موته؟ انا؟ ايوه انت. انت قتلته زي ما قتلت ابن عنتر من قبله. معقوله يا اما انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انا مش امك دلوقتي، مش ام شمس الدين ابن عاشور الناجي اللي عمره ما قتل نمله. يعني انت شايفاني دلوقتي قتل قتله؟ لو ما كنتش قتلت بنفسك فعلى الاقل انا شايفاك شايل دم عنتر وابوه، مش هما بس، ودم معيوشه الدلاله كمان. معقولة يا أمه؟ معقولة يا أم شمس أنت اللي بتقولي الكلام ده؟ إيه؟ كلامي غلط؟ أيوه غلط، كل الكلام اللي أنت بتقوليه ده مش صح. يا ريته يطلع غلط عشان أعرف أحط راسي وأنام وأرتاح. وأنت كمان تعرف تحط راسك وتنام وضميرك مرتاح يا ابن بطني. Thank you.
وصلت يا سيدي المعجنين. سالم صحصح، محدش يغفل لحد ما نرجع انا والمعلم. لا لا شان، خليك انت، انا مش هعوض. سالم غيبت يا سيدي المعلمين. اسعد الله مساءك يا سيدي الناس. هو فين؟ متلقح فوق. اطلع جيب امرك يا سيدي الناس. قافلة على روحها بالترباس من وقت ما جالها الخبر. وخليك اللي نايم جوه ده. قلت لك مالكيش دعوه بحاجه، انت اللي اعملي اللي قلت لك عليه. تشربيها زين الشباب كركديه ولا تمر ولا عرق سوس؟ ما دي للست.
جاي نزلالة اعمل لك فنجان فن شرباء. اعملي له شرباء. من جاي سيدي المعلمين عندنا عيد وربنا اللي يعلم. روح منور يا سيدي المعلمين. اتفضل استريح. ما ينفعش تيجي تقعدي هنا؟ لا ما ينفعش. خالي فوق نايم والخدامين صاحيين. ملك يا نور عيني. ملك يا شمس. يا لهوي يا ترى انت فين دلوقتي يا ابو سماح؟ ملك يا عجمي. نينا يا بنتي مال؟ ابدا يا نينا مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ امال ايه اللي مصحيك الساعه دي؟ اهو شويه قلق. وجوزك فين؟ نزل على الصلاه ولا ايه؟ الظهر كده. الظهر كده؟ ما انتش عارفه اذا كان جوزك نزل على الصلاه ولا لا؟ لا لانه لسه مرجعش. لهوي مرجعش من ساعه ما نزل اول النهار؟ ايوه. معلش يا دناي هو ده اللي قالك؟ قومي قومي يا بنتي ارتاحي في فرشتك. قومي قومي انتي بطنك قدامك ما تستحمليش كده. يلا مش هقدر يا نينا مش هيجيلي نوم قبل ما يرجع. هيرجع اطمني يا بنتي هيرجع ان شاء الله. انا نمت وصحيت بس ما جاليش نوم تاني. ليه يا ام خير؟ قلقان عليك يا دنايا. ليه هو انا كتكوت؟ كتكوت ازاي؟ اسم الله على مقامك النبي حرسك وصينك معلم قد الدنيا ومال وهدومك. يا ام هما العيال ناموا مش كده؟ البنية فضلت مستنزرك على الشباك لحد ما تعبت قنعتها تقوم تريح جنبها وتريح بطنها اللي قدامها قد كده. طيب عن اذنك انا اريح جدتي انا الاخر. ليه يا حبيبي؟ وجدتك فيها ايه عشان تريحها؟ انت عارفه يا ام هو في غير المشاكل وشقى النهار. شقى النهار ولا شقى الليل يا دنايا؟ قصدك يا ام شمس؟ قصدي انت فاهمه كويس يا نني عين ام شمس. يا ام انت باين عليكي فايقه ورايقه لي قوي. عن اذنك. تعال هنا يا شمس. ياما لو عندك كلام تقوليه خليه لبكره الصبح. الصباح رباح. يا
يسعد صباحك يا خالة سفارة. استني راحة فين؟ أما أنت بقى ليك عندي حتة حاجة هتعجبك قوي، غرض أفرجك عليها. فوتي عليا والنبي نوبة تانية لحسن المعلم لسه نايم فوق. ولا أقولك تعال يلا. أما طقم النوم بقى ما تلبسوش لأعز ولا أغلى منك، أمال إيه؟ بس لما تولدي كده وتقومي لنا بالسلامة إن شاء الله. بكام ده يا خال؟ يوه يا نداشة يا لهوي، والنبي ما يغلى على مرات سيدي المعلمين كلهم. صح، قومي قومي عدي عليا نوبة تانية. الله لا يسيئك قومي. طب أسيبهولك يا أختي تقسيه؟ يا أختي قومي دلوقتي. حاضر ماشية يا أختي. قومي توكلي يلا. ماشية يا أختي ماشية ماشية. بس كنت عايزة أقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودنك. خلي عينك على طيرك، طيرك لايف على غيرك. فوتك بعافية يا ست الستات. تعملي إيه عندك قبل إيه؟ بأكل الحمار. طب روحي زبطي الباب يلا. حاضر. محدش غيرك يقدر يفتح المعلم يا معلم. كلام الناس اصله كتر قوي وهو ولا على باله. يقولوا ايه الناس؟ ديه ديه، ما انت سامع ودارع. لا مؤاخذه يا معلمي. بخصوص ايه يعني؟ بخصوص الست دي اللي كل ليله سهران عندها الوش الصبح. الست دي اللي اسمها قمر بنت الشقر. روح لحالك والكلام ده ما يطلعش من لسانك لايها مخلوق. وانا ذنبي انا بس. روح. نادي يا سيدي المعلمين. يا معلم دهشان، قاعد على قهوة ليه؟ وراكش مصالح ولا ايه النهارده؟ احنا بقينا قرب الظهر يا سيدي المعلمين، وانا قضيت مصالحي من صباحية ربنا. ازيك يا عجميه؟ يسلم حسك يا عم. اهلا اهلا معلم سماحه. يا واد قوم هتوسخ جلابيتك. يا ستي سيبيه يوسخ مش مشكل. الله، ايه يابا مالك؟ امي تعبانه ولا حاجه؟ امك بخير مفيش حاجه. مالك؟ جوزك لسه خارج ناموسيته كحل الايام دي. مش بيرجع كل يوم وش الصبح يابا؟ ما بيخشش البيت غير لما يصلي الفجر حاضر في الزاوية. هو والشيخ حسنين قف. هو مين؟ الشيخ حسنين قف يابا. ما هو من ليلة ما توفى احمد الخشاب وامه عيوشة وهو بيوج كده في سواد الليل يطلع على الزاوية، يرجع يا كبد امه ومفاصله سايبة ووشه هربان منه الدم، يا دوبك يحط جتته ما يدراش. يا ما انت على نياتك يا بنت بهانة. على نياتي؟ في ايه يابا؟ الشيخ حسنين قفة اللي جوزك بيصلي معاه كل ليلة مات. عشان كده بقى معكر ومش طايق روحه. بنت انت في ايه يابا؟ راعي جوزك. جوزك محتاج للمراعية، حاجة عليه، فاهمة؟ غريبة قوي دي. لسه الولية اللي اسمها سفرجل قايلة لي الكلام ده. قالت لك ايه سفرجل؟ قالت لي خلي عينك على طيرك. في ايه يابا؟ تعرف عن شمس حاجة ومش عايز تقولي؟ ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. راعي جوزك والسلام. ما تنورني يابا، فيه ايه؟ غريبة، يعني راجع الليلة بدري على غير العادة. ما هو الليل لسه في أوله. هلا أقولك أهو الليل لسه في أوله. تريقة دي أم ولا ايه؟ ايه؟ التريقة؟ اتريق على ابن بطني اللي بترجاه من الدنيا؟ طب قصدك ايه؟ قصدي ما دام الليل لسه في اوله هتوصل فين في اخره؟ ياما ما بلاش الهمز واللمز ده واتكلمي دغري.
يا بجاحتك يا بجاحتك يا ولا يا بجاحتك، اتكلم دغري وما انتش مكسوف. مكسوف من ايه بس يا ام؟ الا اخبار بنت الشقره. ايه يا اخويا؟ شقره مين؟ قمر يا ولا قمر. انا شرفتك. شرفك؟ شرفك ازاي؟ هي مش واحده من رعاياك اللي انت مسؤول عنهم يا معلم شمس؟ يا اما انا اهل الحاره كلهم مسؤولين مني انا، اشمعنى دي اللي حطها في بالك؟ يا ولا يا ولا عيني في عينك كده. شفت؟ ما قدرتش تحط عينك في عيني. يا اما انا عمري ما اقدر احط عيني في عينك. متربي يا ابن بطني. المهم يا اخويا تكون فهمت قصدي وترضيني وترضي ربك وترضي عاشور الناجي في تربته. اللي واخد عقلك يا عواطف يتهناب، قولي يترشس النهاري. ما هي بصراحه عندها نظر يحق لها من يطول حالة ولقت مغرفتها. بيقولوا دي لا شقره ولا حاجه. بس باين عليها مبغددها قوي يا عواطف ومنسيه الهم. اللي يلاقي البغداده وما يتبغدتش تحرم عليه عيشته. مين راجلك يا مرة؟ ملك يا معلم. مرات مين انت؟ ولا من بيت مين؟ مرات المرحوم عبد المعطي النجار، عازبه زي غيري بس شقيانه على عيالي بربيهم. لا فلت عياري ولا سرحت على حل شعري. الريحه فاحت يا سيد المعلمين. ما تاخذنيش سمعتك وانت سيد الحي وراجل الكل من سمعتني. انزلي من العربية. ما تقصدش يا معلم، حرام عليك يا معلم. حرمت عليك عيشتك منك ليها. المرة اللي هتفتح بقها هرميها في الطريق لكلاب السكك. يا معلم دهشان قاعد كده ليه؟ مش عوايدك؟ انت جيت يا ابني؟ ايوه يا عم دهشان. ماله؟ انا عرفت دلوقتي ليه ابوك ما كانش بيفارق المكان ده. كان عنده حق. على فكره انا عاوزك في كلمتين يا معلم. خلاص نتقابل النهارده على القهوه بعد العشاء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بركاتك يا عاشور يا ناجي. يا واد كفايات، لو انت بتاكل اخر زادك فز قوم. انا مش عارفه ايه الزخفه اللي جات لك دي. كل ده ما انت عايز سيبيه ياكل براحته. ايه مالك؟ مش النفر مننا ياكل على قد بطنه؟ خليك قاعده معاه. هو يتاكل على قد بطنك ما الاقيش حاجه اكلها يطلع ياكل برضه. انت هتعوق يا معلم؟ قصدي يعني ان بدنك له عليك حق ونوم النهار ما بيرويش بدن. بشوقك اعمل ما بدالك يا معلم. علمت اللوعه يا جماعه دي نصوح. وبعدين قدر جالي الوجع وانت غايب اعمل ايه؟ مش تراعيني يا ابو العيال؟ فز قوم يا واد، انت اتفاجعت. خير يا معلم دهشان؟ خير يا سيدي المعلمين، خير باذن الله. ما بصراحه ملاحظ ان الحزن واخدك لسكه بعيد. ما تاخذنيش. والعالم كله اتعلم اللوع ولا ايه؟ لوع؟ ايوه، ما عادش حد بيتكلم دغري. ربنا يسامحك يا ابني. انا ما غلطتش فيك ولا شتمتكش يا دهشان، لكن انت بقالك يومين كده عمال تلف وتدور عشان تقول لي حاجه. طب ما تقول وتخلصنا. طب ايه رايك نتمشى شويه في الهواء؟ عمرك ما هتتغير يا دهشان. هو فين؟ فين افتوة الفتوات؟ وراجل الحي اللي احنا عايشين في كنفه. محدش شاف ابن عاشور الناجي يا رجاله.
في ايه يا وليه؟ ليه عنده مظلمه؟ مظلمه ايه؟ دكان شيخ الحاره على شمالك هنا. انا قصدي فتاوه الفتوات. راجلنا ما يلزمنيش شيخ الحاره في حاجه. سيبها يا دهشان وكل حاجه يرجع مطرحه. عايز ايه يا مار؟ يقولك يا سيدي المعلمين في عرباجي ينزل حرمه وسط الخلف عز الاياله ويفوتها عرضه لقطعين الطرق وكلاب السكك. مين العرباجي ده؟ تعرف ايه؟ اروح لمين يجيب لي حق يا سيدي المعلمين؟ لا المعلم ما يرضوش حاجه زي كده ابدا. قولي لي مين العرباجي ده وانا شاي اجيبه من قفاه. لو مراتك ولا امك كنت ارضى لها. قولي يا عمره من هنا لاخفز بيك الارض. يحق لك يا ابن الناجي، يحق لك. اذا كانت مراتك ذاتها هانت عليك ايش اكون انا؟ مره واحمدي ربك انك مره. غوري حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مش عايز تجيب العرباجي من قفاه؟ الحمد لله على السلامة يا أبو سماح. سك الباب. مالك يا أخويا في إيه؟ يا ترى في إيه؟ الفلوس دي يلا حمله بسرعة. مين؟ معلم شمس الناجي العرباجي. عايز ايه؟ انتوا مش دفعتوا من رجالته القتاوة؟ جاي يحمل بضاعة حاج طاهر النجار وشايع معاه الفلوس دي. طلب يقابلني؟ لا خلاص حملوا له حمولته ويروح لحاله، انا مش عايز اشوف خلقته. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحب نقعد فوق هنا ولا نقعد تحت هنا؟ اختار اللي انت عايزه وانا معاك يا حاج. انا بحب قعده الارض. اتفضل الارض اللي جينا منها وهنروح فيها ان شاء الله. انا بس مش عايز اعطلك بصراحه، يعني انا متلكك اصلي قصدتك في المشكله دي بالذات عشان اشرب معاك القهوه. القهوة بلا دخان كالجبة بلا قفطان. كلمة الشيخ حسنين أوفى الله يرحمه رحمة الله علينا جميعا، كان راجل دماغه زي النور
قبل ما يتوفى بكام يوم كان قاعد والعمر الطويل لك مكانك كده سارح في ملكوت ربنا، وفجأة التفت له وقال لي احنا ليه ما نفتحش كتاب في الزاوية يعلموا فيه العيال القراية وحفظ القرآن، وده بقى كان أول هام أنا عاوزك فيه. وأنا رقبت يا حاج، إيه المطلوب؟ بارك الله فيك، ده برضو العشم الكبير في ابن الناجي الأصيل. شوف يا حاج، أنت تقعد مع الشيخ طلبة وتشوفوا إيه الطلبات، ولو فلوس الإتاوة ما كفتش هنبقى ناخد الباقي من التجار، وما أظنش أي حد فيهم هيمانع في فعل الخير. الله ينور عليك، فعل الخير. وفعل الخير ده بقى هو الأمر التاني اللي غرضي أكلمك فيه يا سيدي المعلمين. خير؟ خير إن شاء الله. بقى يا سيدي، أنا كان عندي هنا عامل اتوفى من أول، ترك وراه 3 أطفال وأمهم. محتاجين مساعدة؟ لا لا لا، رزقهم بيجيلهم والحمد لله. تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد أبدا. ونعم بالله. طب وإيه المطلوب؟ مطلوب لهم العفو والرحمة يا ابن أطيب خلق الله. الحرمة دي أنت انتهى وزلك كرامتها بين الخلق ومن غير أي ذنب جانته يا معلم شمس. وحتى يعني لو غلطت فيك ده برضو اسمها حرمة مكسورة الجناح وبتربى أيتام. وأنا ما أقبلش الإهانة من راجل ولا من حرمة. ما احنا بنغلط في حق ربنا ذاته، ومع ذلك بنستغفر وبنطلب منه الرحمة وبرحمنا، نبقى احنا يا بني آدمين ما نرحمش بعض. عندك حق يا حاج. ايه المطلوب؟ انا ماليش طلبات، ربنا يغني البعض عن البعض. يعلم ربنا معزتك عندي قد ايه. طب ومعام ابوك اللي علمني ازاي اقول كلمة الحق ولو عقبتي، واللي كان دايما يقول إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. بتتهمني بالظلم يا حاج؟ مش محتاج أتهمك بشيء يا ابني. والنبي يا معلم انتظرني هنا شوي. السلام ورحمة الله. الست فاطمة موجودة؟ موجودة يا هاني، اتفضلي يا هاني. يا اختي يا فاطمة وحشتيني، ولقيتك ما بتسأليش عليا قلت اسأل انا. سألت عليكي العافية، اتفضلي. شايفاكيها؟ لا 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 لا، شاي ايه؟ أنا عايزة بن، عايزاكي تشوفي لي الفنجان. اعملي لنا قهوة، ولو ان الدنيا ليلت ومش هعرف اشوف لك الفنجان. روحي يا فاكيها. حاضر يا استاذ. يا لهوي، هو انت لسه لابسه اسود على المرحوم حماكي؟ يا اختي الحي يبقى من الميت، شبابك يا حبيبتي. وبعدين يعني هو الحزن بالاسود؟ هي الوليه سفرجل ما عدتش عليكي؟ الدلاله قطعت. اظن يا اختي كده عدت عليا من يومين، بس انا كنت نايمه. ليه؟ اصل كنت مشيعلك معاها. لو النبي يا اختي ما تشيعلي معاها حاجه، احسن انا من ساعه ما الوليه ام عيوشه دي ما اتقتلت وانا جدتي ملبشه من الدلالات واشكالهم. ليه؟ هما لسه ما عرفوش مين اللي قتلها؟ لا، العلم عند ربنا. قولي لي يا اختي، هو انت كنت مشيعلي معاها ايه؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. بس مالك يا فاطمه؟ ما تتكلمي يا حبيبتي. اصل يعني كده سي عنتر كده بصراحه محرج عليا زيارتك. ما تزعليش مني، دي اوامه وانا مملكش غير طاعته. انت بتطرديني من بيتك يا فاطمه؟ انا ما اقصدش، بس للغلبه احكام. لا واستني، وجوزك يمنعك من زيارتي ليه؟ انا فيا ايه يا الرب؟ حقه الانصاص قامت والقوالب نامت، بطلوا ده واسمعوا ده. اهدي انت بس كده وانا هفهمك على كل حاجه. اهدي ايه وافهمي ايه يا ولية انت؟ انا اللي غلطانه اني خطيت برجلي عتبتني، كتكون من قرف ناس عرف. انا اللي غلطانه عشان تروح مع السنين، كتكون من قرف وكتكون من دم. تطلع خرجنا من الحته المعفنه دي. Yeah.
السيد عنتر الخشاب موجود؟ موجود. طب هو منتظرني، اديله خبر، انا سمعان. انتظر اديله خبر. اتفضل. بتدور على ايه يا ابو سماح؟ كان في ازازة عطر هد، راحت فين؟ مش شفت لك النهارده قمر الشقره؟ ويا ترى شفتيها فين؟ ابدا، كانت في زياره لمرات عنتر الخشاب، ومسافه ما دخلت السرايا مسافه ما خرجت منها، بس كان شكلها كده راكبها 100 عفريت. عرفت الكلام ازاي؟ ابدا، انا كنت بنشر الغسيل. والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان، سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان ودمعة الحزنان. القلب من غربان، القلب من غربان، بيدخل وبيطلع الأحباب. القلب من غير باب، بيدخل وبيطلع الأحباب، وانت سايبها لسيد الأكوان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان، سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة تاني وبتحبي، يطلع عليك الصبح يا صاحبي، بتتولد من تاني وبتحبي، في زحمة الدنيا على الأرزاق، وفي المسلقات تعود راضي، وتحمد ولو تعود فاضي، وفي المسلقات تعود راضي، تحمد ولو تعود فاضي، طيب وقلبك سامر العشاق. للأهل والجيرة أشبه بنيوى الناس، إذا البشر سيرة سيرتك لكل الناس. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحتي.